بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، ألتقيكم اليوم مجددا في الجزء الثاني من درس الألكانات والمقرر على المستوى الثالث الثانوي العلمي في مقرر كيم 315 وكيم 317. اليوم بإذن الله تعالى ستكون أهدافنا على النحو التالي: أولا نسمي الألكانات من خلال صيغتها البنائية، ثم نرسم الصيغة البنائية للألكانات من خلال الاسم العلمي لها. وتسمية الألكانات أعزائي ذات السلاسل المتفرعة ستكون وفق نظام الأيوباك، ونظام الأيوباك هو عبارة عن الاتحاد العالمي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وهذا النظام يوفر الجداول والرسومات البيانية والتسمية، يعني بشكل نظام يكون نظام عالمي يكون متفق عليه على جميع الدول في العالم ويمشون عليه. وضع نظام الأيوباك عدة قواعد مهمة جدا في تسمية المركبات العضوية، ولنبدأ بالقاعدة الأولى. في القاعدة الأولى أعزائي يجب أن نحدد اسم الهيدروكربون المشبع أو الألكان، طبعا مشبع يعني أن كل ذرات الكربون متصلة معا بروابط تساهمية أحادية. فنحدد اسم الهيدروكربون المشبع أو الألكان حسب عدد ذرات الكربون في أطول سلسلة كربونية متصلة اللي هي سميناها السلسلة الرئيسية. دعونا نشاهد هذا المثال. في هذا الألكان نلاحظ أن أو نبحث عن أطول سلسلة من ذرات الكربون بحيث تكون متصلة. لو بدأت مثلا من هذا الاتجاه، من اتجاه اليمين، أبتدي العد، أعد ذرات الكربون، هذه الذرة الأولى، الذرة الثانية، الذرة الثالثة، الذرة الرابعة. فصار عندي إذا مشيت بهذه الطريقة سيكون عندي أربع ذرات كربون. هل يمكن أن أحصل على سلسلة تحتوي على عدد أكبر من ذرات الكربون؟ دعوني أخذ يعني ترتيب آخر. نلاحظ في هذا الشكل، إذا بدأت العد من اتجاه مختلف بهذه الطريقة، مثلا من نفس الاتجاه ولكن أقول أن هذه ذرة رقم واحد، هذه ذرة رقم واحد، هذه اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، فحصلت على ست ذرات من الكربون متصلة. فإذا هذا عدد، هذا أكبر عدد أستطيع أن أحصل عليه من ذرات الكربون بحيث أن تكون متصلة في سلسلة مستقيمة. فبما أن هذا أكبر عدد استطعت الحصول عليه فسيكون على النحو التالي: أن أطول سلسلة كربونية هي الهكسان التي تحتوي على ست ذرات من الكربون. دعونا نأخذ مثالا آخر. لاحظوا هذا الألكان، الآن نبدأ العد، نبحث عن أطول سلسلة ممكنة. إذا أخذت مثلا هذه السلسلة، دعونا نعد ذرات الكربون اللي فيها، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تحتوي هذه السلسلة على ثمان ذرات كربون. هل هناك ترقيم أو ترتيب آخر، سلسلة أخرى تحتوي على عدد أكبر من ثمانية؟ نعم، لاحظوا سيكون الترتيب بهذا الشكل. مسحنا، لاحظوا هذا الترتيب. إذا بدأت أيضا من هنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تذكروا أن السلسلة الرئيسية كما ذكرنا في الدرس السابق لا يشترط أن تكون مستقيمة. لاحظوا السلسلة الرئيسية ستكون بهذا الشكل، تحتوي على تسع ذرات من الكربون، والألكان الذي يحتوي على تسع ذرات من الكربون نسميه النونان. دعونا الآن نأخذ القاعدة الثانية. في القاعدة الثانية يجب أن نرقم ذرات الكربون الموجودة في داخل السلسلة الرئيسية، ويبدأ ترقيم ذرات الكربون من طرف السلسلة الأقرب إلى المجموعة البديلة، بحيث تأخذ مواقع جميع المجموعات البديلة أصغر مجموعة أرقام ممكنة. ولتوضيح هذه القاعدة دعونا نأخذ مثالا. لاحظوا هذا المثال، الآن لدي الترقيم،
في الخطوة الأولى حددنا أطول سلسلة موجودة في هذا المركب العضوي التي تحتوي على 8 ذرات من الكربون. الآن أعزائي ممكن نبدأ ترقيم ذرات الكربون الموجودة داخل السلسلة الرئيسية. ممكن أن نبدأ في اتجاهين، ممكن من اتجاه اليمين أو من اتجاه اليسار في هذه السلسلة. لو بدأنا من اتجاه اليسار نلاحظ أن ذرة الكربون هذه تأخذ الرقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. الآن نبحث عن مواقع المجموعات البديلة. لاحظوا المجموعات البديلة، هناك مجموعة بديلة عند الكربون رقم 4، لاحظوا متفرعة من الكربون رقم 4، مجموعة بديلة متفرعة من المجموعة رقم أو عفواً من ذرة الكربون الخامسة، ومجموعة بديلة متفرعة من ذرة الكربون رقم 6. لكي نعرف ما هو الترقيم الصحيح علينا أن نجمع أرقام مواقع المجموعات البديلة، يعني المجموعة البديلة الأولى عند الرقم 4، المجموعة البديلة الثانية عند الرقم 5، والمجموعة البديلة الثالثة عند ذرة الكربون رقم 6. خلونا نجمعهم، سيكون المجموع 15. ماذا لو بدأت الترقيم من الاتجاه المعاكس من جهة اليمين؟ لاحظوا هذه السلسلة الرئيسية والمجموعات البديلة أخذت الترقيم التالي عند الرقم، مجموعة بديلة عند الرقم 3، مجموعة بديلة عند الرقم 4، ومجموعة بديلة عند الرقم 5. دعوني أجمع الأرقام، 3 + 4 + 5 سيكون المجموع 12. أيهما أصغر؟ لاحظوا يجب أن يكون أصغر مجموعة أرقام ممكنة، 15 أم 12؟ 12 هي المجموع الأصغر، فإذا هذا هو الترقيم الصحيح. أبتدي من جهة اليمين، دعوني أوضح الرسم بشكل أكبر. لاحظوا أعزائي مجموع أرقام مواقع المجموعات البديلة في الترقيم الأول يساوي 15، في الترقيم الثاني يساوي 12. الأصغر هو سيكون الترقيم الصحيح، هذا 15 رقم كبير يعني ترقيم خاطئ، وهذا هو الترقيم الصحيح لأن مجموع الأرقام سيكون أصغر ما يمكن. دعونا الآن ننتقل إلى القاعدة رقم 3. في حالة وجود مجموعة بديلة لذرة الهيدروجين نكتب رقم ذرة الكربون المرتبط به المجموعة، ثم خطاً فاصلاً يعني شرطة، ثم يذكر اسم المجموعة واسم الألكان بعدها مباشرة. دعونا نأخذ مثالاً، لاحظوا هذا المركب العضوي. نمشي على الخطوات السابقة، أولاً نحدد المجموعة البديلة السلسلة الرئيسية. لاحظوا السلسلة الرئيسية واضحة في هذا الشكل، 1، 2، 3، 4، 5، فهذه هي السلسلة الرئيسية. الخطوة الثانية نرقم ذرات الكربون الموجودة داخل هذه السلسلة. ممكن أبدأ من اليمين أو من اليسار. إذا بدأت من اليمين ستأخذ هذه المجموعة البديلة رقم، لاحظوا 1، 2، 3، 4، ستأخذ رقم 4. إذا بدأت من جهة اليسار ستأخذ رقم 1، 2. فإذا هذا هو الترقيم الصحيح، أبدأ من جهة اليسار بحيث يكون الترقيم على النحو التالي، 1، 2، 3، 4، 5، فهذا هو الترقيم الصحيح. دعونا الآن نسمي هذا المركب أو هذا الألكان. ماذا سنفعل؟ سنكتب أولاً الرقم الذي عنده المجموعة البديلة اللي هو الموجود عند ذرة الكربون رقم 2، فأكتب 2، ثم أحط شرطة، عفواً الأرقام أفضل أن تكون باللغة الإنجليزية، 2، ثم شرطة، ثم يذكر اسم المجموعة البديلة. لاحظوا المجموعة البديلة هنا CH3 هي عبارة عن مجموعة الكيل، مجموعة بديلة، هي مشتقة من الميثان لأنها تحتوي على ذرة كربون واحدة، فهي عبارة عن ميثان منزوع من ذرة هيدروجين فأصبحت ميثيل، فبالتالي هذه المجموعة تسمى ميثيل، مشتقة من كلمة مث ميثيل. فلاحظوا يبدأ بحرف الميم فأكتب هنا ميثيل، لاحظوا هنا الياء واللام لأن عبارة عن مجموعة بديلة، ثم
اسم الألكان، ما اسم الألكان الذي يحتوي على 5 ذرات من الكربون؟ أوكتان، بنتان، فيصبح 2 ميثيل بنتان. دعونا الآن ننتقل إلى القاعدة الرابعة. إذا تكررت المجموعات البديلة للهيدروجين نكتب أرقام ذرات الكربون المرتبطة بها، ثم نكتب ثنائي أو ثلاثي أو رباعي للدلالة على التكرار مع استعمال الفواصل بين الأرقام والشرطات بين الكلمات والأرقام. دعونا نأخذ مثالاً. لاحظوا هذا المركب، حددنا أطول سلسلة في الشريحة السابقة، أطول سلسلة كانت هذه هي السلسلة، ثم نبدأ الترقيم. نلاحظ أن نبدأ من أقرب الطرف الأقرب للمجموعة البديلة بحيث أن تأخذ أقل أرقام ممكنة، فسنبدأ من جهة اليمين، سيكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهو النونان. الآن نحدد مواقع المجموعات البديلة. لدي 3 مجموعات بديلة متفرعة من السلسلة الرئيسية. لاحظوا هذا ميثيل وهذا ميثيل وهذا كذلك ميثيل. لاحظوا أن المجموعة البديلة متكررة 3 مرات، هي نفس المجموعة 3 مرات، عندي ميثيل. فكيف ستكون التسمية؟ ستكون التسمية على النحو التالي. أولاً لاحظوا أن الترقيم عندي مجموعة بديلة عند الذرة الثانية والرابعة ومتفرعة هنا من السابعة، فأكتب الأرقام 2.4.7، فما بين كل رقم لمواقع المجموعات البديلة نحط فاصلة، ثم نضع الشرطة بهذه الطريقة، ثم نذكر البادئة اللي هي ثنائي أو ثلاثي أو رباعي. أنا عندي كم مجموعة ميثيل؟ عندي 1 2 3، فأقول ثلاثي. ما اسم المجموعة البديلة؟ ميثيل، ثم السلسلة الرئيسية أخيرا نونان، فيصبح اسم هذا المركب أو هذا الألكان 2.4.7 3 ميثيل نونان. دعونا نأخذ مثالا آخر. لاحظوا هنا نبدأ الترقيم بحيث أن الذرات، أو أولا نحدد السلسلة الرئيسية، هذه هي السلسلة الرئيسية، ونبدأ ترقيم ذرات الكربون فيها بحيث أن المجموعات البديلة تأخذ أصغر ترقيم، وبالتالي نبدأ من جهة اليسار. لاحظوا هذا 1 2 3 4 5 6، فهذا السلسلة الرئيسية ستكون هكسان، ولكن دعونا نرى المجموعات البديلة. لدي هنا مجموعة بديلة وهنا أيضا مجموعة بديلة عند الكربون رقم 2 والكربون رقم 3، نفس المجموعة البديلة تكررت، فسيكون التسمية على النحو التالي 2.3 شرطة، بما أن نكرر مرتين فيكون ثنائي. ما اسم المجموعة البديلة؟ ميثيل. ما اسم السلسلة الرئيسية؟ هكسان. سيكون الاسم 2.3 ثنائي ميثيل هكسان. ننتقل الآن إلى القاعدة الخامسة. في القاعدة الخامسة، إذا كانت المجموعات البديلة لذرة الهيدروجين مختلفة، فيتم ترتيبها حسب الترتيب الهجائي اللاتيني، ولا تؤخذ في عين الاعتبار البادئات ثنائي أو ثلاثي أو رباعي. وللتوضيح دعونا نأخذ مثالاً. تذكروا أعزائي الجدول الذي شرحناه في الحصة السابقة، ذكرنا أن الترتيب الهجائي مهم جداً في التسمية، ترتيب الهجائي باللغة اللاتينية، حيث ذكرنا أن الميثيل مثلاً يقع قبل البروبيل وهكذا. فدعونا نأخذ هذا المثال. هذا المثال موجود عندي السلسلة الرئيسية، هذه هي السلسلة الرئيسية تحتوي على 8 ذرات من الكربون يعني أوكتان، ومواقع المجموعات البديلة ستكون على النحو التالي. عندي مجموعة بديلة من عند ذرة الكربون الثالثة، مجموعة بديلة عند ذرة الكربون الرابعة، ومجموعة بديلة عند ذرة الكربون الخامسة. الآن نلاحظ أن هذين المجموعتين عبارة عن ميثيل،
عفوا دعوني اكتبه باللغه العربيه. هذا عباره عن ميثيل، وهذا كذلك عباره عن ميثيل. هذا عباره عن، لاحظوا المجموعه البديله تحتوي على ذرتي كربون وخمس ذرات من الهيدروجين، يعني C2H5، يعني مشتق من الإيثان، تزعنا منه هيدروجين أصبح إيثيل، فسيكون اسمه الإيثيل. الآن أيهما يأتي أولا في الحروف الهجائية اللاتينية، هل الإيثيل أم الميثيل، هل الإي أم الأم؟ ها هنا سيكون الإيثيل يأتي أولا قبل الميثيل، فستكون التسمية على النحو التالي. نبدأ أولاً بتسمية المجموعة البديلة التي تأتي أولاً في اللغة في الترتيب الهجائي، يعني نسمي الإيثيل أولاً. الإيثيل عند أي ذرة كربون؟ 4، فأقول 4 شرطة مجموعة الإيثيل، 4 إيثيل. الآن نكتب المجموعات البديلة الثانية، لدي مجموعات متكررة من الميثيل عند ذرة الكربون، أضع شرطة، ذرة الكربون 3 فاصلة وذرة الكربون رقم 5، عفوا 5، 3 و5 كم متكرر كم مرة؟ مرتين، فسيكون ثنائي. ما اسم المجموعة البديلة؟ ميثيل. ما اسم السلسلة الرئيسية؟ هنا أوكتان. فسيكون الاسم على النحو التالي: 4 إيثيل، 3 و5 ثنائي ميثيل أوكتان. وننتقل الآن إلى القاعدة رقم 6. إذا كان ابتداء الترقيم في مركب ما يصلح من أي طرف في السلسلة الكربونية، فيجب الترقيم من الطرف الأقرب للذرة أو المجموعة المتقدمة في الترتيب الهجائي اللاتيني. و نوضح بمثال. لاحظوا هذا المثال، لدي هنا هذه هي السلسلة الرئيسية وتحتوي على 7 ذرات من الكربون. عندي أيضا طريقتين للترقيم، ممكن أبدأ من اليمين أو من اليسار. إذا بدأت من اليمين كما هو موضح بالترقيم باللون الأحمر، سألاحظ أن المجموعات البديلة تأخذ رقم 3 و5، 3 زائد 5 يكون المجموع 8. ماذا لو بدأنا بالاتجاه الآخر، باتجاه اليسار؟ سلاحظوا باللون الأخضر سيكون هني عندي 1 2 3 4 5 6 7. المجموعات البديلة ستأخذ أي رقم الترقيم اللي باللون الأخضر؟ 3 و5، 3 زائد 5 يساوي أيضاً 8. فكل الاتجاهين سواء بديت من اليمين أو بديت من اليسار سيكون نفس يعني تقع المجموعات البديلة عند نفس الترقيم. فلحل هذه الإشكالية الآن ماذا سنفعل؟ سنلجأ إلى ترتيب الحروف الهجائية للمجموعات البديلة. دعونا نلاحظ هنا هذه المجموعة البديلة الأولى عبارة عن ميثيل بالأم. هذه المجموعة البديلة تحتوي على ذرتين من الكربون، يعني إيثيل. أيهما يأتي أولاً؟ الإيثيل. وبالتالي نبدأ من هذا الاتجاه من الترقيم اللي باللون الأحمر. دعوني أوضح أكثر، أمسح هذا الترقيم الثاني. لاحظوا المجموعات البديلة هنا، بدأنا من هذا الاتجاه لأن الإيثيل يأتي قبل الميثيل في الترتيب الهجائي، فهذه هي السلسلة الرئيسية، وعندي هنا هذا الإيثيل وهذا الميثيل، فيكون الاسم على النحو التالي: هذا 3 إيثيل 5 ميثيل هبتان، اللي هي السلسلة الرئيسية الهبتان، 7 ذرات من الكربون. ننتقل الآن أعزائي إلى القاعدة رقم 7. قاعدة رقم 7 عند اتصال فرعين أو مجموعتين بذرة كربون واحدة، يكرر رقم هذه الذرة مع ملاحظة أن يبدأ الترقيم دائما من الطرف القريب من الذرة عديدة الفروع. دعونا نأخذ مثالا. لاحظوا هذا المثال فيه السلسلة الرئيسية تحتوي، هذه أطول سلسلة رئيسية تحتوي على 5 ذرات من الكربون.
بنتان. طيب دعونا الآن نبدأ الترقيم. ممكن أن أبدأ من اليمين أو من اليسار. لو بدأت من اليمين سيكون الترقيم على النحو التالي: 1 2 3 4 5. الآن دعونا نأخذ مجموع الترقيم لمجموعات البديلة. لاحظوا هنا عندي عند ذرة الكربون 2، وعند ذرة الكربون الرابعة عندي مجموعتين، فبيكون 2 زائد 4 زائد 4، لأن عند الكربون رقم 4 عندي مجموعتين بديلتين على نفس ذرة الكربون، المجموع راح يكون 10. طيب هل هناك ترقيم يعطيني رقم أقل؟ نلاحظ باللون الأزرق. لاحظوا باللون الأزرق الترقيم إذا بدأت من اليسار، هذا 1 2 3 4 5. الآن المجموعات البديلة تأخذ أي رقم؟ لاحظوا عند الكربون رقم 2 بالترقيم الأزرق، عند الكربون رقم 2 عندي مجموعتين بديلتين، يعني 2 زائد 2، وعند الكربون رقم 4 عندي مجموعة بديلة واحدة، فبيكون زائد 4. كم المجموع؟ راح يكون 8. أيهما أقل؟ 8. فإذن الأزرق هو الترقيم الصحيح. فنبدأ الترقيم من جهة اليسار كون أنه يوفر لنا أقل رقم للمجموعات البديلة بهذه الطريقة. الآن ماذا سنفعل؟ سنبدأ في التسمية. سيكون الاسم على النحو التالي: 2، عندي هنا مجموعة بديلة وهذه مجموعة بديلة وهذه مجموعة أيضا بديلة، عندي 3 مجموعات بديلة بنفس الاسم، نفس النوع: ميثيل ميثيل ميثيل. فسأكرر نفس الرقم لهاتين المجموعتين: 2 و2 و4 ثلاثي ميثيل بنتان. دعونا الآن ننتقل إلى القاعدة رقم 8 وهي القاعدة الأخيرة. مهما كان الشكل الذي يكتب به الجزيء، علينا دائما البحث عن أطول السلاسل فيه لتسميته باسمها. كذلك تعطى الأفضلية لأي سلسلة طويلة على السلسلة الأقصر. لاحظوا هذا المثال. هذا المثال أعزائي ربما تلاحظون هناك عدة فروع وعدة طرق ممكن العد بها، ولكن يجب الحرص على اختيار سلسلة رئيسية تضمن أطول سلسلة كربونية متصلة. لاحظوا ستكون بهذا الشكل. نبدأ من الأسفل: 1 2 3 4 5 6 7، تحتوي على 7 ذرات من الكربون. مهما حاولت بأي طريقة سيكون عندي هناك ترقيم أقل، فهذا سيكون هو الترقيم الصحيح. نلاحظ أن بدأنا من الأسفل من هنا ولم نبدأ من هذا الاتجاه لأنه يوفر لنا أقل رقم من المجموعات البديلة. الآن المجموعات البديلة، لاحظوا عند الكربون رقم 3 متفرع عندي مجموعتين من الميثيل، عند الكربون رقم 4 عندي هنا ميثيل، وعندي أيضا عند نفس ذرة الكربون إيثيل، وعند الكربون رقم 5 عندي أيضا ميثيل. فعندي 4 مجموعات من الميثيل ومجموعة واحدة من الإيثيل، أيهما أكتب أولا بحسب الترتيب اللغة الهجائية؟ لاحظوا أن الإيثيل يأتي قبل الميثيل. فالإيثيل أعزائي موجود عند ذرة الكربون رقم 4، فأقول 4 إيثيل شرطة. الآن ننتقل إلى الميثيل عند ذرة الكربون 3 وأيضا ذرة الكربون 3 و4 و5، عندي رباعي ميثيل هبتان. دعونا الآن أعزائي نأخذ بعض الأنشطة التقييمية. في هذا السؤال أكتب الصيغة البنائية للمركبات التالية. المركب الأول اسمه بحسب نظام الأيوباك 2 ميثيل بيوتان. لكتابة الصيغة البنائية أعزائي نبدأ بالسلسلة الرئيسية. لاحظوا هنا السلسلة الرئيسية مكتوبة في نهاية الاسم العلمي، فهذا عبارة عن ألكان أولا، فجميع الروابط راح تكون تساهمية أحادية. البيوتان
عبارة عن رقم 4، يعني عندي 4 ذرات من الكربون في سلسلة متصلة، فأقول 1 2 3 4. الآن نبدأ في كتابة ما يتصل بهذه أو ما يرتبط بهذه الكربونات، ذرات الكربون الأربعة. دعونا الآن نرقمهم. هذه الخطوة الأولى، نحو نفس الخطوات، أنا قاعدة أرسم أولاً السلسلة الرئيسية ثم أرقم، ولكن الترقيم هالمرة أستطيع أن أبدأ من اليمين أو من اليسار، لأن أنا اللي راح أحط المجموعة البديلة. فممكن مثلاً نبدأ من جهة اليمين، 1 2 3 4. فكتبت السلسلة الرئيسية، رقمتهم. الآن أبدأ عند الكربون رقم 2، لاحظوا هني الرقم. عند الكربونة الثانية بحط مجموعة ميثيل، ومجموعة الميثيل هي عبارة عن CH3. فهذه كربونة رقم 2 بحط هني CH3، سواء حطيتها تحت أو فوق راح يكون نفس الشيء. طيب، هل أخليها بهذا الشكل؟ لا، غير مستقر. يجب أن ترتبط كل ذرة كربون بأربعة روابط تساهمية، فراح أضع ذرات، أوزع ذرات الهيدروجين على بقية المركب. H بهذه الطريقة، الأماكن كلها أحط فيها H، ذرة الهيدروجين. فهذا عبارة عن الصيغة البنائية لاثنين مثل بيوتان. ننتقل الآن إلى المثال الثاني. 2 2 4 ثلاثي ميثيل بنتان. نبدأ أولاً بالسلسلة الرئيسية والتي تحتوي على 5 ذرات من الكربون، وعندي 3 تفرعات. ستكون الصورة على أو الصيغة البنائية على النحو التالي. نلاحظ أنه ممكن نكتبها بكلا الطريقتين، بالطريقة اللي أنا كتبتها في البداية هذه المفصلة، أو الصيغة البنائية بهذا المكثفة بهذا الشكل. فعندي 5 ذرات من الكربون، 1 2 3 4 5، وكل واحدة فيها متصلة بأربع روابط أو ترتبط بأربع روابط تساهمية. الآن نبدأ بالترقيم، رسمنا السلسلة الرئيسية ثم نرقم. ببدأ هالمرة من هذه الجهة، 1 2 3 4 5. عند ذرة الكربون الثانية عندي مجموعتين من الميثيل، فأروح عند ذرة الكربون رقم 2 وأحط فوق ميثيل وتحت أيضا ميثيل عند نفس ذرة الكربون 2 2. الآن أيضا عند ذرة الكربون الرابعة موجود أيضا ميثيل، فأروح عند 4 وأحط مجموعة ميثيل، والمتبقي أحط عليهم الهيدروجين بهذه الطريقة. من الممكن أيضا كما ذكرنا أعزائي كتابة الصيغة البنائية المكثفة، بحيث أن كل ذرة كربون يكون يمها على طول عدد ذرات الكربون المرتبطة فيها على النحو التالي. لاحظوا هذه الصيغة البنائية المكثفة، أستطيع أن أكتب بأي طريقة أختارها، CH3 CH CH3 CH2، وبعدين هذا طبعا الترقيم يبدأ من هذا الاتجاه. هنا في هذه الصورة أو في هذا الصيغة البنائية بدأنا الترقيم من هذا الاتجاه، فوضعنا هنا عند ذرة الكربون 2 مجموعتين ميثيل، وعند ذرة الكربون 4 مجموعة ميثيل واحدة. ننتقل الآن إلى السؤال أو الصيغة البنائية الثالثة، 3 4 4 5 رباعي ميثيل أكتان. نلاحظ أن هذه السلسلة الرئيسية تحتوي على 8 ذرات من الكربون، ويوجد لدي 4 تفرعات كلها عبارة عن ميثيل اللي هو CH3. فنلاحظ الترقيم، بدأنا الترقيم من هذا الاتجاه، 1 2 3 4 5 6 7 8، ووزعنا المجموعات البديلة وذرات الهيدروجين. السؤال الثاني، أكمل الجدول التالي بما يناسبه علميا. في عندي بعض الصيغ البنائية وأكتب لها الاسم العلمي، أو الاسم العلمي وأرسم له الصيغة البنائية. فنلاحظ هنا مثلا السؤال الأول، 2 ميثيل بروبان. البروبان أعزائي هو عبارة عن 3 ذرات من الكربون، فأرسم 3 ذرات من الكربون وأرقمهم، ثم عند الكربون رقم 2 أحط مجموعة ميثيل على النحو التالي.
السؤال الثاني العكس، السؤال الثاني تسمية. الصيغة البنائية التالية عندي CH3 CH CH2 CH3 ومتفرع هني عندي CH3، فممكن أولا أحدد السلسلة الرئيسية. السلسلة الرئيسية ممكن تكون تحتوي على 1 2 3 4 ذرات من الكربون، وهذا أكبر عدد أستطيع أن أحصل عليه من ذرات الكربون المتصلة، فهذه هي السلسلة الرئيسية. هناك طريقة أخرى أيضاً لتحديد السلسلة الرئيسية تعطيني نفس الرقم، لاحظوا هنا حصلنا على 4، ممكن بهذه الطريقة. هذه أيضاً عبارة عن 1 2 3 4 ذرات متصلة من الكربون، ولكن ليست مستقيمة، أهم شيء أنها متصلة. فدعونا خلونا على هذا الترتيب مثلاً. الآن نبدأ بالترقيم. أبدأ أولاً يا أما من هذا الاتجاه، من اتجاه اليمين أو من فوق. لاحظوا أن الترقيم إذا رقمت من اتجاه اليمين 1 2 3 4 ستأخذ المجموعة البديلة رقم 3. لو بدأت بالاتجاه المعاكس من فوق ستأخذ المجموعة البديلة، هذا رقم 1، ستأخذ المجموعة البديلة رقم 2، وبالتالي يعتبر هذا هو الترقيم الصحيح. الآن أحط أن المجموعة البديلة عند ذرة الكربون رقم 2 شرطة، المجموعة البديلة هنا هي عبارة عن الميثيل 2 ميثيل. الآن السلسلة الرئيسية تحتوي على 4 ذرات من الكربون وهي البيوتان، فأصبح اسمه 2 ميثيل بيوتان. المثال أو التمرين الثالث 2 ميثيل بنتان، والمطلوب في كتابة الصيغة البنائية للمركب. نلاحظ هنا البنتان يعني 5 ذرات من الكربون، رسمنا السلسلة الرئيسية رقمناها على هذا النحو، وبالتالي أخذت مجموعة الميثيل المجموعة البديلة أخذت الترقيم رقم 2 من السلسلة الرئيسية. السؤال الثالث، نسمي المركبات التالية بحسب نظام الأيوباك. دعونا الآن نبدأ التسمية، والخطوات كما نذكرها هي أولاً تحديد السلسلة الرئيسية. دعونا الآن نحدد، هذا مثلاً لو بدأت من هذا الاتجاه 1 2 3، ما يصير أنزل تحت لأنه بيكون 4، فخلونا أطلع على فوق 1 2 3 4 5 6 7، فهذا أكبر عدد ممكن أن أحصل عليه من ذرات الكربون المتصلة، فستكون السلسلة الرئيسية على هذا الشكل. الآن أرقم بحيث أن المجموعات البديلة تأخذ أقل ترقيم ممكن. إذا بدأت من هنا 1 2، ستكون المجموعات البديلة عند الكربون رقم 3 و4، يعني المجموع 7. إذا بدأت من اتجاه اليمين ستكون بهذا الشكل 1 2 3 4 و5، يعني المجموع 9. فإذا أبدأ من هذا الاتجاه 1 2 3 4 5 6 7. دعونا الآن نحدد أسماء المجموعات البديلة. لاحظوا المجموعات البديلة عندي عند ذرة الكربون رقم 3 عندي مجموعة ميثيل، وعند ذرة الكربون رقم 4 عندي مجموعة ميثيل أخرى، فسيكون الاسم على النحو التالي 3.4 ثنائي ميثيل هبتان، وهو اسم السلسلة الرئيسية الهبتان. السؤال الثاني، نحدد أولاً السلسلة الرئيسية. السلسلة الرئيسية ستكون على النحو التالي 1 2 3 4 5 6 7 8، فعندي هذه فعلاً أطول سلسلة رئيسية. لو اتجهت في أي اتجاه راح تكون هذا الرقم الأكبر. الآن نبدأ بالترقيم. لاحظوا الترقيم الآن، لو بدأت من اتجاه اليمين سيكون على النحو التالي 1 2 3 4 5 6 7 8. دعونا نجمع الأرقام 2 زائد 4 6، لاحظوا المجموعات البديلة موجودة عند الاثنين والأربعة والسبعة. 2 زائد 4 زائد 7 يساوي 13.
لو بدأت الترقية من الاتجاه من اتجاه أو من جهة اليسار، 1 2 3 4 5 6 7 8. الآن نجمع الأرقام الترقيم، 2 زائد 5 زائد 7 سيكون الناتج 14. فبالتالي أيهما أقل، 13 أم 14؟ فأخذ الترقيم اللي باللون الأحمر لأنه يضمن لي أصغر ترقيم للمجموعات البديلة. فنبدأ من اتجاه اليمين، هذه هي السلسلة الرئيسية على هذا الشكل، وتحتوي على 8 ذرات كربون يعني أوكتان، والمجموعات البديلة عندي الميثيل والإيثيل وذرة ميثيل أو مجموعة ميثيل أخرى. ستكون التسمية الآن على النحو التالي، أيهما يأتي أولاً؟ عندي ميثيل وإيثيل، هل الأم أم الإي؟ بحسب الترتيب ستكون الإي تأتي أولاً، فأضع أولاً مجموعة الإيثيل اللي هي عند ذرة الكربون الرابعة، فستكون ترقيم بهذا الشكل، 4 إيثيل شرطة. الآن المجموعة الثانية، المجموعات البديلة الثانية اللي هي الميثيل، مكررة مرتين عند الكربون رقم 2 فاصلة وعند الكربون رقم 7 2 و7 شرطة ثنائي، لأن عندي مجموعتين، اسم المجموعة البديلة ميثيل واسم السلسلة الرئيسية أوكتان، فأصبح 4 إيثيل 2 و7 ثنائي ميثيل أوكتان. الآن نبدأ في الرقم التمرين الثالث. هذا هو أولاً نحدد السلسلة الرئيسية. لاحظوا الآن هنا عندي نقطة معينة. لاحظوا هنا في المجموعة البديلة مكتوبة على هيئة صيغة مكثفة C2H5. فممكن أن تدخل هذه أيضاً ضمن السلسلة الرئيسية. فلننتبه جيداً. عندي هنا 1 2 3 4 هنا أيضا إيثيل، 1 2 3 4 5 6 فهذا هو سيكون الترقيم الصحيح، أو عفوا السلسلة أو تحديد الصحيح للسلسلة الرئيسية سيكون بهذا الشكل. لماذا؟ لاحظوا أن هنا عندي ذرتين كربون ولكن مدموجين مع بعض، مدموجين مع بعض، فيجب أن ننتبه جيداً. هني عندي 2 3 4 5 6 لو بحثت عن أي ترتيب آخر سيكون هذا أكبر سلسلة أو أطول سلسلة موجودة في هذا المركب، فهي السلسلة الرئيسية. الآن نبدأ بالترقيم. سنبدأ الترقيم مثلاً من ذرتين الكربون، هني 1 و 2 3 4 5 و6 فسيكون عند 4 وعند 3 يعني المجموع سراح يكون 7 إذا بدأت الاتجاه، إذا بدأت العد من هذا الاتجاه اتجاه اليمين. إذا بدأت العد من اتجاه اليسار عندي هني 1 و 2 هذه عبارة عن 3 4 5 6 فسنبدأ بهذا، عفوا هذا عند 3 وعند 4 فسيكون المجموع أيضا 7 فسيكون نفس الشيء إذا عديت من اليمين أو رقمت من اليمين أو من اليسار. دعونا نأخذ الترقيم باللون الأزرق مثلا، نفس الشيء، هذه هي السلسلة الرئيسية بهذه الطريقة، هذا 1 و 2 هذا 3 هذه 4 وهذه 5 و 6. الآن نبدأ به تسمية المجموعات البديلة. عند الكربون رقم 3 عندي مجموعة ميثيل، والكربون رقم 4 عندي أيضا مجموعة ميثيل، فيكون الاسم 3 و4 ثنائي ميثيل هكسان الذي يتضمن 6 ذرات كربون في السلسلة الرئيسية. ولنبدأ أعزائي بالتمرين الرابع. في التمرين الرابع سمي المركب التالي بحسب نظام الأيوباك. نلاحظ أعزائي أن هذا السؤال أو هذه الصيغة هي عبارة عن صيغة بنائية مكثفة، وهناك خطوات محددة
لتسمية المركبات المكتوبة بالصيغة البنائية المكثفة. الخطوة الأولى هي إعادة كتابة صيغة المركب السابق بالصيغة البنائية بدءا من اليسار، وهذه نقطة مهمة جدا. نبدأ دائما من اليسار في أثناء إعادة كتابة الصيغة البنائية. نبدأ الآن بذرة الكربون الأولى. ذرة الكربون الأولى هذه هي ذرة الكربون، عليها أربع روابط تساهمية. الآن لاحظوا أن ذرة الكربون عليها كم ذرة هيدروجين؟ ثلاثة. فأحط واحد اثنين ثلاثة. الآن ذرة الكربون الثانية هذه هي عليها أيضا أربع روابط. لاحظوا أن عليها هني ذرة هيدروجين واحدة، فحطيت ذرة الهيدروجين. ما بين القوسين عندي CH3. هذه CH3 احنا ذكرنا في الدرس السابق في الصيغة البنائية CH3 تكون على الأطراف، تكون دائما طرفية، CH3 في البداية و CH3 في النهاية، ولكن اللي في النص هو عبارة عن CH2. فلاحظوا هني أنا عندي ما بين القوسين CH3، وبالتالي هي ليست وحدة متكررة كما درسنا، بل هي عبارة عن فرع من ذرة الكربون هذه. فتحت هني بحط CH3. الآن نكمل. هذه الحين لاحظوا قوس آخر ولكن يحتوي على CH2 وبرا باي 2، يعني هذا القوس متكرر مرتين، ولاحظوا أنه عبارة عن CH2 يعني وحدة متكررة. فالآن معناته أن CH2 مكررة مرتين، CH2 CH2، هذا CH2 وهذا CH2 كررناها مرتين. ننتقل إلى ذرة الكربون التي تليها. ذرة الكربون هذه عليها أيضا أربع روابط، عليها رابطة مع الهيدروجين والرابطة الأخرى. الآن لاحظوا هذا القوس يحتوي على مجموعة الإيثيل C2H5، عبارة عن مجموعة بديلة C2H5. الآن ذرة الكربون التي تليها C وعليها أربع روابط مرتبطة بذرتين من الهيدروجين H و H. ذرة الكربون التي تليها أيضا بهذا الشكل عليها ذرة هيدروجين ومرتبطة أيضا بمجموعة ميثيل. كما ذكرنا الميثيل لا يأتي في الوسط، دائما يكون متطرف. فإذا جاءنا في هذا في القوس بهذا الشكل فمعناته هو عبارة عن مجموعة بديلة. وننتقل إلى ذرة الكربون الأخيرة مرتبطة بثلاث ذرات من الهيدروجين. فهذه هي الصيغة البنائية المكثفة، فككناها إلى صيغة بنائية ليسهل التسمية. الآن نبدأ بطريقة التسمية العادية، الترقيم وتحديد السلسلة الرئيسية والترقيم وما إلى ذلك. طبعا من الواضح أن هذه هي عبارة عن السلسلة الرئيسية. نبدأ الآن بعملية الترقيم. طبعا هذه الاتش ليست فرع، خلوني أوضحها بهذا الشكل أفضل، حتى لأن ذرة الهيدروجين لا تكون يعني عبارة عن مجموعة بديلة. بهذا الشكل، هذا كامل عبارة عن السلسلة الرئيسية. دعونا الآن نحدد الترقيم. عندي هني هذه مجموعة بديلة الميثيل، وهذه مجموعة بديلة إيثيل، وهذه مجموعة بديلة أخرى ميثيل. الآن نبدأ بالترقيم، وسيكون الترقيم واضح أنه راح يكون من جهة اليمين، وأبتدي أرقم 1 2 3 4 5 6 7 8. والألكان الذي يحتوي على 8 ذرات كربون هو عبارة عن الأوكتان. الآن دعونا نكتب الاسم العلمي وفق نظام الأيوباك، سيكون على النحو التالي. دعوني أكتب هنا فوق هذه الطريقة. سيكون الاسم، نبدأ أولا بالإي عند ذرة الكربون الرابعة، 4 إيثيل شرطة، مجموعة الميثيل مكررة مرتين عند ذرة الكربون 2 و7، فأقول 2.7 ثنائي
ميثيل. الآن السلسلة الرئيسية تحتوي على 8 ذرات كربون وهي الأكتان، فأصبح اسمه 4-إيثيل-2-7-ثنائي-ميثيل-أكتان. مثال آخر أعزائي، نسمي أيضاً هذا المركب المكتوب بالصيغة البنائية المكثفة بحسب نظام الأيوباك. كما ذكرنا في المثال السابق، نعيد كتابة صيغة المركب بالصيغة البنائية ونبدأ من اليسار. نلاحظ أن هذا راح يكون الشكل النهائي لها CH3CH2، وعندي طبعاً هذه هي عبارة عن السلسلة الرئيسية. نحدد الترقيم، نبدأ من اليسار في هذا المثال 2 3 4 5، ثم نحدد المجموعات البديلة. نلاحظ أن كلهم عبارة عن ميثيل، فسيكون الاسم على النحو التالي: 3 و4 و4 أيضا، و5 رباعي ميثيل أكتان. ننتقل إلى المثال أو التمرين الأخير، حيث نرسم الصيغ المختلفة للبيوتان. البيوتان أعزائي هو عبارة عن بيوت، معناته 4، فهو عبارة، نكتب لها الصيغة العامة، هو عبارة عن CnH2n+2، وبالحسابات الرياضية سيكون الصيغة الجزيئية له C4H10. الصيغة البنائية نفصل شوي، نفصل ذرات الكربون ونضع، نوزع ذرات الهيدروجين كما تعلمنا. الصيغة البنائية المكثفة كل ذرة كربون وبعدها مكتوب عدد ذرات الهيدروجين المرتبطة بها. هناك أيضا صيغة خطية سنفصل فيها فيما بعد بإذن الله تعالى في دروس قادمة، ولكن الصيغة الخطية ستكون بهذا الشكل، بحيث أن الأطراف هذه الصيغة ستكون عبارة عن CH3، يعني هذا CH3 وهذا CH3، أما الزوايا الوسطية فتكون عبارة عن CH2. فعندي هني ذرة كربون 1 2 3 4، فهذه هي عبارة عن 4 ذرات كربون اللي تمثلها البيوتان. إذا مثلاً حبينا صيغة خطية للبنتان، معناته 5 ذرات كربون، فأضيف زاوية وذرة كربون طرفية، فيصبح 1 2 3 4 5، هذا عبارة عن بنتان. طيب ماذا لو حبيت أضيف مجموعة بديلة؟ بنزل خط بهذه الطريقة، عفواً، خط بهذه الطريقة مثلاً، وأحط هني هذه راح تكون عبارة عن CH3. هذه سنفصل فيها فيما بعد بإذن الله تعالى. ولكن أعزائي، إلى هنا انتهى الجزء الثاني من درس الألكانات. ألقاكم بإذن الله تعالى في الجزء الثالث منه. تحياتي لكم.